اول حاجه هو مرحبا بكم في الرواق ديال التصوير التقريبي. المصور التقريبي بالاساس هو خريج المعهد الوطني للفنون الجميله، يعني قبل ما يدخل السلك ديال الشرطه هو خريج ديال واحد المعهد الوطني للفنون الجميله بالتطوان، وارتأت المدير العام للامن الوطني باش تزيد التخصص هذا من ضمن التخصصات ديال الشرطه العلميه والتقنيه، نظرا للمردوديه اللي لقى عالميا في حل بعض القضايا. من بعد ما اختارت المدير العام اجود الطلبه المتخصصين في رسم البورتري كوناتهم، بحكم ان التخصص ديال التصوير التقريبي تخصص اللي هو جديد، ما عارفينش كيفاش يمكننا نخدموه، كيفاش هكا. المدير العام دارتنا دورة تكوينية داخل المغرب وخارج المغرب باش نعرفوا الدول اللي سبقتنا في هذا المجال هذا كيفاش فين وصلوا في التخصص هذا، سواء داخل كما قلت لكم داخل المغرب او لا خارج المغرب. بالنسبه للمصور التقريبي تيشتغل على جوج ديال التقنيات، التقنيه اليدويه يعني بالقلم والكريون، يعني عاديه اللي هي تعتبر هي لا باز ديال 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 المصور التقريبي او لا باز ديال الفنان، مفهوم. والتقنيه ديال الديجيتال، يعني يمكننا نخدموا بالطابليت اللي وفرت لنا المدير العام للامن الوطني باش تسهل الشغال عليها، مفهوم. التقنيه هذه تتمكنكم انكم تضبط اكثر المجرمين او المشتبهين، طبيعة الحال انكم خير دليل على ذلك هو بفضل التصوير التقريبي تحلوا قضايا كبار، قضايا ديال الارهاب، قضايا ديال القتل، قضايا السرقه، يعني الحمد لله انكم ما كانش عندها مردوديه، يعني ما الاداره العامه ما تكريش هذا التخصص هذا.